عمرنا الحين قصنا تذاكر وفي جايين اخويانا من العصر كلهم حاجزين لنا مقاعد ولا دخلوا لنا ويقول روحوا لاداره الملعب. اداره الملعب تقول المقاعد موجوده، ليش اروح اداره الملعب؟ الكراسي كلها موجوده، ليش اروح اداره الملعب؟ هذا اللي كله مو بين الحاله، هذا كله من فوق ال 20 شخص يقولون فاصل. وين راحت؟ انا ما نبغى نقول دفعنا وما دفعنا، انا بنحضر بنشوف مباراه، اضمنوا لنا مقعد. هذا الموضوع كل واحد يقول يودينا بوابه من بوابه البوابه. وين انا ما جاي؟ طيب في كثيرين جايين برا الرياض حاضرين عشان نشجع اي فريق، الهلال ولا النصر اي شيء، بس نبي نناظر. دخلونا اضمنوا لنا اي مكان. يعني انت الحين انت شريت تذكره ومالك مكان؟ اي مالي مكان، والمشكله حاجه. السبب؟ والسبب ما ادري انا، احنا ابي اعرف شو السبب. ليش يقول اداره الملعب؟ رحنا اداره الملعب نفس الحكايه، يقول فيه مقاعد لكن نفس العسكر هنا مو براضي يدخلنا. انا جاي 1000 كيلو ضارب خط مشان احضر مباراه الهلال. وش قالوا لك؟ كل ما قصنا التذاكر يقولون الجمهور مليان، الملعب كله ابو مليان. كل ما جينا بوابه بعدونا قالوا ما فيه.